كابتن عبد الله المسند، كلمة الكابتن عبد العزيز الخثران أنا يعني لفت انتباهي، يقول محتاجين مباريات أكثر حتى نرفع رتم اللاعبين، يعني معناتها أنه رتم مباريات الدوري والمسابقات المحلية والمسابقات الأسيوية منخفض كثيرا عن رتم المباريات اللي احنا مقبلين عليها في كأس العالم، كيف ترفعها؟ صحيح، بالمباريات الكثيرة. احنا نشوف يعني ليش المنتخب قدم مباريات الكثيرة ولا المباريات الكبيرة؟ لا، المباريات الكبيرة، الاحتكاك، شوف المباريات التنافسية والاحتكاك الكبير مع الفرق اللي تلعب رتم عالي هي اللي تعطيك الرتم الأعلى. يعني على سبيل المثال أبو بدر، كولومبيا وفنزويلا كانوا من هذه النوعية اللي تتكلم عنها، رتم سريع. لا، المنتخب الكولومبي كان رتمه سريع جدا، المنتخب الفنزويلي أقل. ولكن أبو بدر، احنا خليني أرجع حاجة بسيطة، أشوف المنتخب السعودي الكثير من التقدم على المستويات اللي قدمها أمام كولومبيا خاصة أمام فنزويلا. لك تتخيل أن المنتخب آخر مباراة لعبها مع السيد هيرفين راد كان في 29 مارس، وهذه المباراة مع كولومبيا كان في 5 يونيو، يعني بعد أكثر من شهرين يلعب، افتقد إلى الرتم، افتقد إلى التجانس. المنتخب السعودي كان مع هيرفين راد كان رتمه عالي في التصفيات اللي لعبها. نعم، احنا نحتاج، يعني انا لما شفت البرنامج اللي راح نلعب 4 مباريات لين كاس العالم، اعتقد انه المفترض يكون لا يقل عن 7 مباريات، لابد تكون الرتم العالي. احنا دائما نشوف المنتخب السعودي حتى في الكاس الكؤوس العالم السابق. انت ما سمعت تصريح ياسر المسح الامس؟ الا سمعت قال في مباراتين قادمه. لا حول الله يا اخي، يا اخي مشكله ما يتابعون الشباب. كابتن عبد الله، لا، رئيس الاتحاد السعودي يتكلم عن 6 إلى 7 مباريات راح تكون في الفتره الجايه، بس انت نعم قلت لك مش مباراتين، مش مباراتين، سبعه بنتين، لا ترجع ارجوك. لا لا، تقول 4 مباريات الان في البرنامج، مباراتين قادمه. لا 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 لا، قال في المرحله القادمه راح يكون عندنا من 6 إلى 7 مباريات وليس التوتال، عشان نوضح، عشان ما ننتقد شيء احنا مو يعني ما عندنا معلومه فيه. تفضل. لا لا، انا ما انتقدت، انا اقول انا انتقد. لا ما عندك مشكله انتقد، بس لازم تكون المعلومه صحيحه، بس هذا المهم، ما نقول للناس معلومه مش دقيقه يعني. نعم، دائما الاعداد لكاس العالم يختلف عن اي اعداد اخر، لا كاس اسيا او بطوله العرب. كاس العالم راح تلعب مع مدارس عاليه جدا، رتم عالي، الكره سريعه، منتخب الارجنتين وهو من افضل المنتخبات اللي ينافس على كاس العالم وليس الادوار الثانيه. الله يستر. الله يستر. اي طبعا، الله يستر. احنا شفنا مباراتين امام ايطاليا 3، وامام المباراه الاخيره. شوف مباريات الارجنتين، شوف مباريات الارجنتين قدامك، فازت على ايطاليا 3-0 في كاس اوروبا، هذه في شهر 1 الحين، شهر 6. نعم. 1-6 نعم. وبعدين لعبوا مع استونيا فازوا عليها 5-0. 8 اهداف في مباريتين. اعتقد المنتخب الارجنتيني هو منافس قوي جدا على كاس العالم. منتخب البولندي صحيح انه خسر اخر مباريات امام بلجيكا ب6 اهداف، ولكن منتخب قوي، منتخب يعني صداره المجموعه، يعني صداره المجموعه نشيلها من بالنا شوي، نركز في الثاني. ابدا مستحيل صداره المجموعه امام المنتخب الارجنتيني، ما في مستحيل في الكوره، بس يعني نخلي بالنا على الثاني يعني. طيب المنتخب المكسيك، المكسيك في اخر جوله اخر شهر، خلينا نشوف نتائجها. لعبت المكسيك مع نيجيريا فازت عليها 2-1، بعدين خسرت من الأورغواي 3-0، بعدين تعادلت مع الإكوادور 0-0. عبد الله صحيح، المنتخب المكسيكي، المنتخب البولندي، المنتخب المكسيكي منتخب قوي، المنتخب المكسيكي لم يغب عن دور 16 في آخر 5 كأس عالم، منتخب جيد، منتخب يلعب بالسرعات، يلعب بالتحولات السريعة جدا، منتخب جيد. ولكن ممكن نلعب معه بطريقة البيريناد لما يلعب بنفس الطريقه اللي لعبناها في تصفيات اسيا لتقارب الخطوط، هذا ما افتقدناه في المباراتين الاخيره. اعتقد المنتخب المكسيكي والمنتخب البولندي ممكن نلعب معه، ممكن نقدم نتائج معه، منتخبنا جيد جدا، منتخبنا لا يمكن ان يقاس نتائج او مستويات المنتخب على نتائج المباراتين. كابتن عبد الله، شوف الناس ما تلومهم، الناس ما يبون ياكلون 5 زي البطوله الماضيه، هذه بخلاصه. لا خلينا نشجعهم وارجوكم لا تحب، ما نبي ناكل 5 بليز، بس ما نبي 5 و6 و7 والارقام القياسيه هذه، كاننا يعني الرياضه وكره القدم السعوديه انفق عليها الكثير، على الاقل نظهر بشكل يعني في تكافؤ يا اخي، 3-1 3-2 1-0 يعني، بس صحيح. 5 و4 و8 يعني ما في حد يشيل كور لعنا،
وخاصة بعد ما رفع سقف طموحنا سيد فيرناند بنتائج ومستوى وهوية المنتخب بالفترة الأخيرة، أعتقد أن الشارع السعودي كان عنده ارتياح كبير، صدم في المباريتين، ولكن هذا ليس المستوى المنتخب السعودي، ولكن في القادم إن شاء الله في المباريات القادمة المنتخب السعودي سيعود بإذن الله بهوية قوية في كأس العالم بإذن الله، وأنا متفائل جدا. الله يسمع، أنا أنت من يوم تتفائل وأنا أعرف أن احنا بنلبس في جدار بولندا في التوقف. أنا ما جدا فاهم صدق. مباراة بولندا، مباريات بولندا الأخير في فترة التوقف هذه، بولندا فازت على ويلز 2-1، وفازت بلجيكا ايضا على بولندا 6-1 يا كابتن عبد الله. صحيح، مباراه كانت يعني بالنسبه لنا كانت مفاجاه جدا. بولندا تصدرت او تاهلت من الدوري الاوروبي لكاس العالم، ولكن خسرت من منتخب البلجيكي بستة اهداف. هذا يعطينا انطباع ان المنتخب البولندي برضو من المنتخبات الممكن ان المنتخب له درب، له درب، له طريقه. ها نعم، ستة طيب. أهداف أعتقد، وسيد فيرناند يعني أوفى طيب. مساعدين لهذه المباريات.